بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، نوحده كما أمر. يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، خير من صلى وصام، وأتقى لله من تهجد وقام، وأفضل من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. اللهم إننا نشهدك يا ربنا، ونشهد ملائكتك، ونشهد خلقك أجمعين، أن سيدنا محمدًا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمحجة البيضاء هي القرآن الكريم، وهي سنة النبي العدنان، لقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يا رب، لا نجد ما نكافئ به نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم إلا أن نكثر عليه الصلاة. اللهم صل على هذا النبي الكريم في الأولين، وصل عليه يا رب في العالمين، صل عليه يا رب في كل وقت وحين، صل عليه يا رب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الكرام، أحييكم بتحية طيبة مباركة من عند الله، وتحيتنا ثلاثية البركة، فيها السلام والرحمة والبركة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عود على بدء معاشر الإخوة، شاء الله لنا أن نقف في الدرس السابق عند الركن الثالث الذي نقرأه من خلال الآيات التي جاءت لإقامة الصلاة. وقلنا بأن أول الأركان وهو أن نؤقتها، وشاء الله لنا أن نأتي بنصوص من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني من ذلك المحافظة، وكذلك شاء الله لنا أن نأتي بما يدل دلالة قاطعة على أن المحافظة هي من شروط الصلاة. وضربنا مثالا وقصصا لذلك، ولعلي أقف معكم أيها الإخوة
في النقطة الغائبة عند كثير من الناس إلا من رحم الله، والتي تتعلق بالصلاة كذلك، وهي الأخلاق. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واتفقنا في الدرس السابق أيها الإخوة على أن الإنسان المصلي لا يمكنه أن يأتي فحشاء ولا منكر في المسجد، وفيه دلالة قاطعة على أن الصلاة فيها جزء خارج المسجد. الجزء أو الجزآن اللذان نقوم بهما في المسجد، وهو التوقيت، أي يجب علينا أن نأتي في توقيت الصلاة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كذلك بالنسبة للمحافظة، أي نأتيها كما أسلفنا الذكر طهورا، قراءة بالترتيب إلى آخره مما قلناه حتى لا نعيد ما قلناه. لكن الجانب الثالث له علاقة بخارج المسجد، وكأنك أنت تترجم صلاتك التي تصليها في المسجد، تترجمها إلى أعمال خارج المسجد. وهذا هو الذي نجد فيه عنة عند بعض من المسلمين، إن لم نقول الكثير. وهذا نراه جميعا أيها الإخوة رأي العين. اذهبوا إلى أي مكان، اذهبوا إلى السوق، اذهبوا إلى الأعمال كلها. ولذلك أيها الإخوة، فدعوتنا لله سبحانه وتعالى انطلاقا من الصلاة فلا بد أن تكون فيها هذا الفضل للأخلاق. حتى إذا مرأك إنسان غير مسلم ورأى صدق حديثك ويرى عهدك ويرى كل ما يتعلق بالأخلاق، آنئذ إن لم يجد وضع سؤالا: لماذا هذا له هذه الأخلاق؟ آنئذ حينما يبحث يجد على أن الذي جعله أن يكون ذلك كذلك وهي الصلاة. ومن ثم أيها الإخوة نجد أن الله تعالى وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأجل وصف، وهو الأخلاق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لو جاءت الآية وإنك لعلى خلق، لاتضح لنا أنه لا يوجد على أديب الأرض مثل محمد صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، ولكن جاءك تأكيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. وهذا ما فاهت به الأعداء حتى في الجاهلية، كانوا يسمونه بالصادق الأمين. حتى أن أبا جهل قال: والله لو علمنا كذبا على محمد في الجاهلية لا حاسبناه عليها في البعثة. لكن لم يروا شيئا مشينا عن هذا الرجل الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الصلاة التي لا تأخذ بتلابيبك لتكون عندك هذه الأخلاق العظيمة، فما قيمتها؟ قيمتها من حيث التوقيت تنفعك أنت، ومن حيث المحافظة تنفعك أنت، لكن الأخلاق تنفع الآخر، تنفع المؤمن مع أخيه، إنما المؤمنون إخوة، وتنفعك مع جارك، وتنفعك في حياتك كلها. ولذلك نجد أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام جميعها
مبنية على الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب الأخلاق. وحينما نرجع إلى الآية التي تدل دلالة قاطعة على هذا المفهوم ونقدر لها تقديراً، وكما قلت لحضراتكم أن التقدير جائز، التقدير جائز، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حينما نقدر لها أي أن الذي لا تنهاه صلاته عن فحشاء ولا منكر فلا صلاة له. وذكرت لكم حديثين قال العلماء فيهما من حيث الضعف لكن المتن يوافق الآية، قد ذكرت لكم الحديثين في الدرس السابق، من لم تنهاه صلاته عن فحشاء ولا منكر فلا تزده من الله إلا بعدا، من لم تنهاه صلاته عن فحشاء ولا منكر فلا صلاة له، انطلاقا للآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة أيها الإخوة بهذه الشروط الآن في ذكرها، توقيت ومحافظة وأخلاق، هذه الصلاة حينما نجمع هذه الشروط أنها مكفرة للذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات للذنوب ما لم يغش الإنسان الكبائر. بل إن هذه الصلاة أيها الإخوة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، وشبه أن إنسانا بجانب بيته نهرا، بجانب بيته نهر غمر أي كثير المياه، يغتسل فيه خمس مرات في اليوم ليبقى من درنه شيء، أي يبقى من وسخه شيء، كذلك الصلاة. لكن فلا بد هذه الصلاة التي هي مثل هذا النهر في خمس مرات في خمس صلوات، فلا بد أن تكون تلك الصلاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من الآيات الآن في ذكرها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة أيها الإخوة من ميزاتها حينما تكون بهذه الشروط، من ميزاتها أن لها وقع على النفس، لها وقع على النفس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بماذا؟ أرحنا بالصلاة يا بلال. هذه الصلاة التي فيها هذا الروح وهذا الريحان، يقول الله تعالى فيها ألا بذكر الله تطمئن، والصلاة كلها ذكر، أجل هذا الذكر وهو أنك أنت تستقبل الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وبعد ذلك من الذكر أنك تقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. ثم تردف قراءة الفاتحة، تردف آية أو سورة ما شاء الله لك، ذكر. ولا يمكن للإنسان أن يجد ذكرا يلين القلب مثل القرآن الكريم. ولذلك الله تعالى يحثنا على تدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ذكر يأخذك إلى السماء وأنت تقرأه، لأنه لا يمكنك أن تجد فيه أي خلاف.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافات كثيرة. القرآن، هذا القرآن الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بذرة من هنات فيه أبدا، لأن الله تعالى يقول في الآية التاسعة من سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. انظروا كم من تأكيد، إنا الله سبحانه وتعالى، إنا نحن الله سبحانه وتعالى، نزلنا الله سبحانه وتعالى هذا القرآن أي الذكر، وإنا مرة أخرى تأكيد، وإنا له، وبعدين لا حافظون. إذن لا يمكن للإنسان أن يجد ذكرا كما يجده في الصلاة. أولا تعتقد اعتقادا جازما على أنه لا يوجد أكبر من الله، الله أكبر، ثم تقرأ الفاتحة ثم آيات أو سور ما شاء الله لك، وبعد ذلك تعظم الله: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وبعد ذلك تجعل أنه لا يوجد أعلى من الله: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ومن ثم تخنع لربك فتأتي إلى الدعاء: يا رب يا رب يا رب، لأنك أقرب إلى ربك من أي موقعة أو نزل كما أنت في الصلاة. إذن فهذه الصلاة فيها الذكر، يجد الإنسان فيها اطمئنانا، بل تجد فيها خلوصا لذكرك. ولذلك تشعر بهذه العقيدة التي تحدثنا عنها في دروس آنفة، ولو عرض عليك أو عرضت عليك الدنيا برمتها من الحرام وأنت تقول الله أكبر، تقول حاشا لله أن آخذ الحرام. لماذا؟ لأن علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ومن ميزاتها أيها الإخوة أنك تتوكل على الله في الصلاة. هل يمكنك أن تذكر إنسانا، نبيا، ملكا، كيفما كان في الصلاة، أنت لا تذكر إلا الله، لأنك تعلم علم اليقين أنه لا يوجد من يتوكل عليه إلا المتوكل، الله سبحانه وتعالى. ومن صفاتها أيها الإخوة أن الله تعالى جعل لك معية وأنت تقرأ الفاتحة. هذه المعية التي قال فيها، جاء فيها الحديث أن الله تعالى قسم الصلاة بينه وبين عبديه نصفين، واختزلت الصلاة هنا في الفاتحة. فحينما يقول الإنسان الحمد لله، الله تعالى يقول: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أتجد دينا، ملة، نحلة، الله سبحانه وتعالى يكافئك وأنت تحمده وتمجده وتثني عليه وتوحده حينما تقول إياك نعبد، إياك نعبد. وقد تحدثنا عن هذه الآية في درس سابق. بعد ذلك الله تعالى يقول لك: وماذا تريد؟ الشطر الثاني، الأذان في واحد يهتف، شوف لما كان جاء خير، قولوا ما يقول المؤذن ثم نتمم إن شاء الله تعالى. Thank you.
إذا قلت لحضراتكم أيها الإخوة بأن من صفات هذه الصلاة أن الله تعالى سبحانه وتعالى في عليائه والذي قادر على أن يأمرك بدون أن يجعل لك نصيبا في الصلاة أن يأمرك وأنت يجب عليك أن تلبي الأمر، لكن الله تعالى كما جاء في الحديث بأنه قسم الصلاة بينك وبينه، تثني عليه، تمجده، تمدحه، توحده، وبعد ذلك يقول الله لك وماذا تريد يا عبدي. الشيء الأساس في الحياة هو هذا السؤال، اهدنا الصراط المستقيم. إذ القرآن الكريم كله جاء للهداية، سؤال اختزل الحياة كلها الدنيوية والأخروية، اهدنا الصراط المستقيم، فيجيبك الله تعالى عن هذا السؤال فيقول لك إذا أردت الهداية فاقرأ الآية الأولى من سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماذا؟ ما طلبته، ما سألت الله إياه، تأتي هذه فيه هدى، فيه هدى لمن؟ لأولئك الذين مجدوا الله وأثنوا على الله ومدحوا الله ووحدوا الله، هذا هم المتقون. اهدنا الصراط المستقيم. وعجيب أيها الإخوة، وسأترك هذا الكلام للاحق بمشيئة الله لنفرد له درساً أو درسين أو ثلاثة على حسب ما يسر الله لنا، وهو فقه الدعاء. من فقه الدعاء أنك تسأل الله تعالى بأحب وأخلص الأعمال إليه، مثل هذه أنت تقول الحمد لله وكأن تقول اللهم إني أسألك بحمدي لك وبالثناء عليك وبتمجيدي إياك، اهدنا الصراط المستقيم، أي أنك تسأل الله سبحانه وتعالى بعمل، وهذا هو العمل، الحمد أي تحميدك لله عمل، تمجيدك لله عمل، ثناؤك على الله عمل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، ماذا فعلنا؟ عمل. وبعد ذلك ماذا تريد؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذن أيها الإخوة، هذه الصلاة هي التي ننشدها، ننشد توقيتها وننشد المحافظة عليها وننشد أخلاقها لكي تعطينا هذه الصفات التي حينما نخرج من الصلاة نشعر وكأننا كنا بقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الصلاة التي كنا نتحدث عنها تشمل الفرائض وتشمل ماذا؟ النوافل. للحديث الذي قلناه في الدرس الماضي وهو حديث القدسي، من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فريضة، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ونصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. فحينما نأتي إلى هذه الشعيرة الصلاة فنقول فيها الفرائض، والتي لا ينبغي لمسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتركها ولا أن يضيعها، لأن من ترك الصلاة
خاصة أن يكون متعمدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قولها جميعا فقد كفر. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا لا أجد مسلما أن يكون على هذا المنوال، قد يضيعها وفيها كذلك عقاب. فخلف من بعدهم خلف أضاروا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عقاب كذلك. إذن هذا الجانب الذي لا ينبغي لأحد من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتركه البتة. وتذكر معي أخي عبد الحق، أول ما كنا نتحدث عن الصلاة في ذلكم الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي، حينما تحدثنا أن أول ما يسأل عنه العبد غدا يوم القيامة ماذا؟ الصلاة. أهكذا؟ لفإن صلحت وإن فسدت. فإن كان المصلي يصلي وصلاته فاسدة سيحاسب عليها، فما بالك بإنسان لا يصلي. أول ما يسأل عنه العبد غدا يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذن فالذي لا يصلي كيف؟ دعوني أيها الإخوة أن نترك جانبا الفرائض التي هي من الواجبات، والتي لا ينبغي لمسلم اسمه أحمد، محمد، عز الدين، عبد الحق، خالد، فاطمة، عائشة ألا يصلي، غير وارد، لأن هي المفتاح الأول غدا يوم القيامة. والجانب الآخر الذي أريد أن أركز عليه فيما تبقى من الوقت حتى إقامة الصلاة، وهي النوافل. وأجل النوافل في الصلاة هو قيام الليل، أجل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات بعد الفريضة قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بهذه الشعيرة لقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه الآية من سورة المزمل. وشرف المسلم كما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم شرفه قيام الليل، شرف المسلم قيام الليل. ولذلك رغب الشارع على قيام الليل. وقيام الليل ما هو؟ وهو إما صلاة في أول الليل أو في آخره، وأجلها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأجيبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقيام الليل أيها الإخوة فيها نور. ذكر الحسن البصري سؤالا حينما رأى القوامين بالليل وجوههم منورة،
السبب؟ فأجاب هو رضي الله عنه قال لأنهم خلوا إلى الرحمن فألبسوا نورا من نوره. قيام الليل. ولذلك رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. عليكم هو ترغيب، هو لا يصل إلى الفريضة، ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بقيام الليل فهو دأب الصالحين قبلكم ومطردة للذات من ومطردة للذنوب. ولذلك أيها الإخوة، فمن أجل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه قيام الليل، ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ما شاء الله لك. وخاصة أيها الإخوة لأولئك الذين من الله عليهم بوقت فيه فسحة لقيام الليل. فإن لم تستطع فعلى الأقل قم قبل صلاة الفجر بربع ساعة، توضأ وصل ركعتين قبل أن تأتي إلى صلاة الفجر. لكن مع كامل الأسى والأسف أيها الإخوة، نجد أن بعضنا لا ينام إلا في وقت متأخر من الليل، وحينما يتنزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير لا يسمع. هل من مستغفرين؟ هل من داعي؟ هل من أتدرون لماذا؟ الجواب عند الحسن البصري رضي الله عنه. جاءه شاب فقال له: يا إمام، أريد أن أستيقظ لقيام الليل لكن لا أستطيع. فقال: لقد قيدت خطاياك. نحن قلنا بأن قيام الليل شرف، وهل يمكن للعاصي بالنهار أن ينال هذا الشرف بالليل؟ هل يمكن لإنسان دأب على التزوير الزور كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور أو لا شك؟ هل يمكن بهذا أن يمكنه الله تعالى لكي يقف أمامه في الثلث الأخير ويسمع هذا النداء فيجيب؟ وقيسوا على هذه الكبيرة كل الكبائر، فإن لم يكن هذه المضغة التي بين جنبينا وهي القلب فيها هذا النور، لا يمكنك أن تقوم لصلاة القيام. وهنا أحول رحلي إلى أبناء الشباب، فإن كنتم تريدون الدنيا فعليكم بقيام الليل، وإن كنتم تريدون الآخرة فعليكم بقيام الليل، وإن كنتم تريدون النجاح في الدراسة فعليكم بقيام الليل، وإن تريدوا الحياة فعليكم بقيام الليل، وإن تريدون الموت فكذلك بقيام الليل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي لمن؟ فإن كان ذلك كذلك فعليك بقيام الليل. فما أجمل ذلك القيام، لأنه لا يراك أحد، بل أكثر من ذلك حتى أهل بيتك لا يرونك. تستيقظ في فراش، ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة أو قبل، عفوا، قبل نصف ساعة، قبل ربع ساعة، قبل ساعة، تزيل عنك الدثار وتقول: أنا سأذهب لألتقي الله سبحانه وتعالى. معاشر الأبناء ومعاشر الإخوة، لا تفرطوا في هذا الخير، حتى إذا ما
ابتليت بمرض فالله تعالى يحسب لك على أنك كنت تقيم الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حبسه مرض أو سفر كتب له صحيحا مقيما. دعونا نحسبها حسبة الشاطر المؤمن، أنت تقوم الليل لعشرين سنة، ثلاثين سنة، وصلت سنا معينا أقعدك المرض، لا تستطيع الذهاب إلى المسجد ولا إلى قيام الليل، اعلم علم اليقين بأن الله تعالى يكتب لك كما كنت قبل أن تصاب بهذا الابتلاء. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن نكون قد وصلت إليكم قليلا من حكم وأحكام الصلاة، سواء من حيث توقيتها، محافظة عليها، أخلاقها، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الصلاة. فأسأل الله العلي القدير أن يمن علينا جميعا بهذه الصلاة، حتى إذا ما جئنا الله غدا يوم القيامة أدخلنا انطلاقا منها، حينما تكون صلاتنا صالحة يدخلنا في رحمته، ومن ثم إلى رؤيته، مصداقا لقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كما كنت أقول الدعاء، فأسأل الله العلي الكبير رب العرش العظيم: إن كان منا من مريض اللهم فاشفه، اللهم اذهب عنه البأس واشفه، فإنك أنت الشافي، فلا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا. وإن كان من أبنائي من ابتلي بابتلاء، فأسأل الله تعالى أن يعافيه عاجلا قبل عاجل. يا رب، إن كان من أبنائنا البررة من ابتلي بابتلاء مما نعلمه، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.